خلونا بقى نحط كده الكرة على جنب لمدة كده كام دقيقة ونتكلم على يعني امبارح كان في مجموعة من الشباب قرروا ان هم يفعلوا بشكل اكبر مبادرة درجتك صحتك. لو تفتكروا كمان وزارة الشباب والرياضة اتبنت من فترة وكان ليها مردود ايجابي جدا. مجموعة الشباب عندهم فريق خاص بيهم ومش اول مرة كمان يكونوا بيطلعوا ماراثون للدرجات بالشكل المبهر ده اللي هنشوفه في التقرير اللي جاي. مهم جدا ان احنا دايما نخلي الرياضة ليها دور كبير في حياتنا، كمان ان احنا نفكر بشكل عملي اكتر، ان لو في عجلة ممكن تكون وسيلة التنقل بتاعنا من مكان لمكان تاني هنقدر نكون بنتحرك بيها بشكل عملي ومفيش اي تعسيف لينا بدل العربية، فما نفكرش مرتين، ما نترددش ونعمل كده على طول. خلونا نشوف الماراثون ده والمبادرة دي كان شكلهم عامل ازاي في التقرير التالي، وبعد هذا التقرير نروح لفاصل ونواصل، خليكم معنا. هي فكرة ويل ستيم جت من ان احنا كنا مجموعة صحاب مع بعض، ايه يلا نعمل تيم ناخد معانا باقي الناس. طبعا مبادرة درجتك صحتك بتاعت الدولة شجعت الناس وشجعتنا ان احنا نظهر ثقافة ركوب الدراجات بشكل راقي، بشكل متحضر، بشكل منظم. يا جماعة احنا موجودين، الناس اللي بتركب عجل موجودة. فدلوقتي الموضوع بقى بالنسبة للناس، لا ده عادي ان البنات بتمشي راكبة عجل، الولاد بيمشوا راكبين عجل. فالموضوع ابتدى ثقافته تتنشر بشكل راقي وحضاري. احنا جروب عجل، فمن اكبر جروبات العجل الحمد لله دلوقتي في مصر، معروفين طبعا. بندعم درجتك صحتك، حمله درجتك صحتك، اهم الحملات اللي موجوده دلوقتي التوعيه بالرياضه وبالعجل عامه كمان. طبعا اولا من خلال معارفنا احنا، ثانيا السوشيال ميديا ليها طبعا الفرق الكبير قوي. احنا تعرفنا اصلا بالسوشيال ميديا والكلام ده كله. احنا بنجمع كل جمعه الساعه 7 الصبح، ده الرايد الاساسي. في تمرينات بقى، دي حاجات خارجيه كده بتبقى يوم السبت مثلا، وهكذا الناس بتبدا تنزل معانا، بتبدا تتعرف علينا، في اللي بيأجر عجله، في اللي بيجيب عجلته، في اللي جاب حبه العجل وجاب عجل بسببنا كمان، وهكذا. الرايد تقريبا من 15 ل 30 كيلو على حسب افريج كل اسبوع. التمرينات بقى 100 وانت طالع، 100 كيلو مثلا وانت طالع. النهارده التجمع هنا في ممر مهلر، وهنروح لحد مصر الجديده تقريبا. المسافه في حدود 40 كيلو النهارده، مسافه طويله شويه، هي النهارده من الرايدات الطويله. وكل جمعه بقى بنروح مكان في حته شكل. اما يوم السبت ده بيبقى تمرينه بقى اللي هي البوابات السخنه، اسكندريه، الفيوم، تبقى مسافات اطول كتير تمرين بقى. احيانا بيبقى تملي الجداد هم اللي بيبقوا مش واخدين على التمرينات كتير، هم دول اللي بيبقوا ممكن يقعوا في النص، بس معانا عربيه دعم بنحطهم في العربيه، واحيانا بنشجعهم العربية الدعم فيها بنحط بالعجل وهم برضو بيركبوا فيها، عربية بتبقى كبيرة. صاحي من بدري تقريبا بعد الصلاة، مفيش اول لما الاذان ادى صليت الفجر، وبعديها انا من المعادي، فعقبال ما اجي هنا حوالي ساعة الا ربع، فعشان اول ما اتحرك بقى اتحركت 5:30 مثلا عشان الحق اجي وكده. باجي على سبيل التسخين فعلا، عشان اكون معايا باور كده برضو قبل التمرينة، وبرضه لما باجي هنا باجي بدري على الساعه 6 فبلحق ارتاح قبل ما المارسون يبدا وكده. يعني ما بقاليش كتير الصراحه، بقالي مثلا سنه اول لما اشتريت العجله وكده، ومن ساعتها بقى انا ماشي بيها على طول. بقالي 3 سنين ومبسوطه يعني اني مشتركه في المارسون. العجله بقى مجهزاها قبليها بعدتي بحاجتي والسيفتي بتاعي وبس، وانا ببقى نايمه كويس مش اكتر. ساعات لما باجي هنا يعني لما بطلع تمرينه هنا تبع ويل ستيم بتبقى دايركت على طول، زي القناطر او بوابات اسكندريه السخنه كده. انا بقالي سنتين بركب عجل، وانضميت لويل ستيم من 3 شهور كده. انا بقالي 7 سنين جربت حرفيا كل انواع العجل الغالي، العجل الرخيص. وانا عجلتي لما تبوظ ما احبش اروح لحد، لان انا كذا مره اروح لحد ويلعب لي في العجله عشان يعمل فيها حاجه مثلا ما تعجبنيش، انا بصلح عجلتي بايدي والكلام كده. يعني موضوع العجل ان جروب ويل ستيم جروب بيبقى فيه تنظيم حلو جدا، تنظيم عالي، وكباتن كمان ذات نفسهم مؤدبين محترمين، تنظيم جميل، كمان بيمشي تو لاين ساعته اونلاين، وفريق ويل ستيم يعني فريق منظم، بس ده اللي انضمينا ليه. موضوع العجل ذات نفسها دي حاجه هوايه حلوه قوي ورياضه،
وحاجه يعني ممتعه، راحه نفسيه ذات نفسها ركوب العجل يعني. يعني هو احنا بنجرب التجربه معاهم دي، يمكن هتبقى اول مره لينا معاهم، بس يعني احنا بنركب عجل بس في اماكن تانية. يعني بركب عجل يعني معاهم برضو لسه اول مره اول ايفنت، بس انا بركب عجل من صغيره ومتحمسه قوي للموضوع بصراحه. لا هو في العموم تجربتنا اصلا مع ركوب العجل كانت قبل كده في مره في الاقصر واسوان، وكان برضو في وسط يعني كنا بنتنقل ما بين المزارات بالعجل 10 كيلو يمكن. كانت ساعتها يعني اما ركبنا عجل في الاقصر واسوان مشينا بيها ورحنا بيها يعني كل مزار كنا نركب العجل، فكان مسافه طويله قوي الصراحه. هو الفكره كلها ان احنا عندنا هنا في مصر للاسف بس الطرق مش مؤهله لده. لو تم تاهيل الطرق لان هي بقى فيها مثلا حاره للعجل، ممكن الناس ان هي تتحمس ان هي تعمل مشاورها على الاقل اللي هي المشاوير اللي داخل المدينه اللي هي ساكنه فيها بالعجل، المشاوير البسيطه، فده هيبقى محفز ان لو اتعمل مسار للعجل نفسه. انا اصلا ساكن في المرج، خدتها من المرج لغايه اسكندريه، كنت انا واحد بس على الطريق، خدنا صحراوي اسكندريه بقى طول. انا حوالي 72 كيلو كده يعني. روح التيم عامه، انت ماشي مع تيم عامه فتحسش بالتعب، فاهم؟ مش مع حد فتحس الدنيا تمام معاك يعني، فاهم قصدي؟ ففي متعه عارف الموضوع. حسيتها رياضه جديده ما كانتش منتشره قوي يعني، فانا حبيت ان انا اجربها، وكمان ماما هي اللي شجعتني على كده. الاول كان بس لما تعودنا على الموضوع اكتر الموضوع بقى بيديني ثقه في النفس، اصلا مبقاش يفرق معايا، ما بخافش خالص على الطريق، انا بحس اني طايره والله يعني. الواحد بيبقى ما فيش اي قيود وطريق واسع وباخد حريتي.